السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأها من أهم العناوين. أكثر من 700 مشروع خدمي متوقف في الأنبار بسبب قلة التخصيصات المالية، وذلك في الهيئات. صحيفة المدى، متظاهرو البصرة: السلطات تعاملنا كإرهابيين لمجرد أننا ضد الحكومة. في موقع كتابات: ترامب يقترب من إيران، ينتهك السيادة العراقية ويحمس جنوده من الأنبار استعدادا لمهمة خاصة. في الجزيرة نت: ترامب يسافر بطائرة مطفاءة الأضواء وحزين لدخول العراق سرا. وفي العربي الجديد: ترامب من قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار لا خطوة للانسحاب من العراق. وفي القدس العربي أيضا: ترامب وزوجته أمضيا ليلة الميلاد مع القوات الأمريكية في العراق. وفي صحيفة الحياة: الاحتجاجات في تونس تتواصل وتتوسع إلى مناطق أخرى. أثار رفع بعض طلاب جامعة الموصل صورة صدام حسين بتظاهرة داخل الحرم الجامعي ردود فعل مختلفة. رأى البعض منها أن رفع الصورة هو استفزاز، ثم كشفت بعض الأخبار عن قرار الجامعة فصل الطلاب الذين شاركوا في التظاهرات الطلابية. أوضحت تقارير مصورة أخرى إرسال قوات مسلحة إلى مبنى جامعة الأنبار، بما يعني أن أحدا لم يدعو إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة الخطيرة التي قد تؤدي إن لم نضع لها حدا إلى احتراب أهليا أو إلى زعزعة الحياة المدنية. لكن في المقابل، ماذا عن الأحزاب الإسلامية التي ترفع صور طائفية وصور دينية وسط حرم الجامعة؟ مقال للكاتب نصر الحجاج في صحيفة المدى. إن على الدولة تشريع القوانين واتخاذ التدابير التي تضمن السلم الأهلي، بما في ذلك التشريعات التي تحظر رفع الصور أو الشعارات السياسية والدينية في المؤسسات الرسمية والأماكن العامة، وتحظر على السياسيين استخدام الطلاب الجامعيين والحرم الجامعي لتنفيذ أجنداتهم السياسية. وعلينا أن نستغل هذه المناسبة للتذكير أن جامعات العراق قد عطلها الإسلام السياسي وحولها إلى مجرد تجمعات ببغاوية تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه على كتابات وبحوث ملفقة أو مسروقة، وصارت جامعتنا تحتفل بذكرى عاشوراء أكثر من احتفالها بالإنجازات الأكاديمية وبالبحث العلمي. بناء على هذا، ينبغي أن يصدر البرلمان العراقي حفاظا على السلم الأهلي تشريعات توجب إزالة الصور الدينية والسياسية التي ارتبطت بعقائد الناس وحصرها في أماكن محددة على الأقل دون الأماكن الرسمية والعامة. يضيف الكاتب أنه يجب إصدار تشريعات تلزم الوزارات المعنية بالتربية والتعليم والثقافة بنشر الثقافة المدنية بين العراقيين واختلف الوسائل الحضارية، وأن يرفع العلم العراقي وحده على المؤسسات العامة، وتعلق في الدوائر الرسمية صورة الرؤساء الثلاثة لمدة رئاستهم كرموز للسلطة في العراق الواحد الموحد. ماذا يحدث في البصرة؟ سؤال طرحه الكاتب محمد حسن الساعدي في مقال بموقع كتابات، جاء فيه: مدينة الخيرات والثروات التي لا تنضب والرئة الاقتصادية للبلاد، على الرغم من كونها مدينة الخير بكل شيء، فهي بوابة العراق الشرقية ونهر من الخير والعطاء لا يتوقف، إلا أنها مدينة فقيرة، نسبة البطالة فيها مرتفعة جدا، فالنخيل أصبح في خبر كان، والأراضي الزراعية محلت وأكلتها الملوحة. ألا يفترض بهذه المدينة أن تكون مدينة حضارية ومتطورة بنفس ما تحمله من خيرات؟ أليس من حق سكانها أن ينعموا بهذه الخيرات؟ لماذا تهب البصرة الخير وتجني الفقر والخراب؟ التظاهرات الأخيرة في البصرة عكست الواقع تماماً،
وبغض النظر عن تعدد الأهداف فيها، إلا أنها عكست واقعا جماهيري إلى جانب الواقع السياسي الهابط الذي دخل مسار التظاهرات لأهداف حزبية مشبوهة، والأجندات الإقليمية والدولية التي هي الأخرى عكست حالة الصراع الدائري هناك. وحتى إن توقفت التظاهرات أو هدأت قليلا، فمن المتوقع أن تعود أقوى من قبل، وستعود بأجندات جديدة، الأمر الذي يجعلنا كمتابعين أن نتوقع سيناريوهات جديدة تعكس واقع البصرة والتحديات الموجهة ضدها. قرابة 7 شهور على بدء التظاهرات الغاضبة، لكن الحكومة لم تفلح، وبالرغم من كل الوعود التي أطلقتها حكومة العبادي والحكومة الحالية في تحقيق مطالب المتظاهرين والمتمثلة في توفير فرص العمل والخدمات من ماء وكهرباء، إلا أنها لم تفلح في إقناع المتظاهرين بإيقافها. وبالرغم من إطلاق كل التخصيصات المالية للمدينة، لكنها لم تثني المتظاهرين عن الاستمرار، وهذا يعكس حالة الصراع السياسي والنفوذ الحزبي هناك أمام فشل واضح للحكومة في إيقاف هذا التأثير الحزبي على واقع البصرة. السخط العام يسيطر على المشهد البصري، كما تغيب فرص الاحتواء للمشكلة، لأن أهل البصرة أصبحوا أكثر وعيا أمام الإهمال الحكومي عن أي دعوة لا تصدق ما لم تكن بمساس الواقع. فالاستثمار هو أحد الحلول السريعة للمدينة وإعادة بناء وإعمار المشاريع الكبرى هناك، ومسك الملف الأمني من قبل الدولة حصرا، وخصوصا الموانئ، وأن يكون القانون هو السائد ولا سلطة لأي حزب أو فئة أو مكون أمام قوة الدولة، ووضع حد للتدخلات الخارجية بشؤون المدينة من الجهات السياسية المحلية أو الإقليمية، وسعي الجاد بتقديم الخدمات ومنحها لشركات عالمية رصينة تعمل على إعادة بناء المدينة وفق خطة محددة وبأسقف زمنية واضحة. لا تبدو مجلة لوبوال الفرنسية منبهرة كثيرا بتصريحات وصفتها بالقنبلة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي نفى أن تكون بلاده قد قالت سابقا أو حاليا أنها تريد تدمير إسرائيل ومحوها من الخريطة. امتد نفيه إلى أن الخميني مؤسس إيران في ثوب ثورته، والذي تربى على أعين فرنسا ورعته حتى هيأته ليمسك زمام الحكم في أواخر 70ات القرن الماضي، لم يطرح هذا الكلام مطلقا عن العلاقات الصهيونية الإيرانية، كتب جهد البشير في صحيفة البصائر العراقية. التصريحات هذه أسقطت أوراقا كثيرة في مضمار ادعاء الممانعة، على الرغم من أن الحقائق واضحة سلفا في هذا الشأن، لكن لكلام ظريف أبعادا أخرى تصادق على ما يراه العراقيون والسوريون من واقع يومي في المشهدين، يعكس حقيقة سياسية للتخادم الأمريكي الإيراني، فهي لا تنتهي بالمحصلة إلا في إطار مصلحة الكيان الصهيوني التي يعدها ترامب من أهم أولوياته، ويؤكد عليها بانحيازه المفضوح لسياسة الاستيطان ومساعيه لإبرام صفقة القرن وتصريحاته العنصرية في هذا الصدد، مما يؤدي بالضرورة إلى أن يأخذ مسار المناكفات المصطنعة بين طهران وتل أبيب نمطا من المرونة واللين، أو بما يسمى في عرف السياسة نوعا من الغزل السياسي، تمهيدا لمرحلة لاحقة سيكون اللعب فيها على المكشوف تعاونا وتخادما بين الطرفين لتحقيق مصالح مشتركة. في الحقيقة أن تصريحات ظريف ليست قنبلة كما تدعي المجلة الفرنسية، بل هي انعكاس للتطبيع الذي تمارسه طهران مع إسرائيل منذ عقود، سواء بنقوص حزب الله اللبناني ذراع إيران في المنطقة عن مساندة الشعب الفلسطيني في انتفاضته السابقة والتخلي عن الدفاع عنه ضد العدوان الصهيوني المتكرر عليه. بروتوكولات كل من إيران والكيان الصهيوني تؤسس لمشاريع توسعية وامتدادية احتلالية، فالأولى تريد سطوة ونفوذا على العراق والخليج لتستدعي فيها تاريخا كانت إمبراطوريتها فيه تستحوذ عليهما قبل أن تكويها فتوحات المسلمين، فأخذت تعمل على في المنطقة بسياسة التغيير الديموغرافي على أساس طائفي، والأخرى تريد تكوين دولتها المزعومة من الفرات إلى النيل وتعمل لأجلها وفق سياسة الاستيطان على أساس عنصري. كلا الطرفين يتخذوا من الغطاء الديني المتطرف سبيلا لتحقيق ما يبتغي، حسب الكاتب. عن انعكاسات الانسحاب الأمريكي من سوريا على تركيا، كتب الدكتور سعيد الحاج بصحيفة العربي 21 أنه إذا كان إعلان ترامب قرار سحب قوات بلاده من سوريا إثر حديث هاتفي مع نظيره التركي، وبعد أيام من موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة صواريخ باتريوت لأنقرة،
مدعاة للحديث عن صفقة تركية أمريكية، ورغم أن هذا الرأي له بعض الوجاهة باعتبار القرائن سالفة الذكر وغيرها، إلا أنه لا يبدو دقيقا بالمطلق. فالقرار أمريكي بامتياز ومتناغم مع استراتيجية الانسحاب أو تخفيف الوجود في الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة الصين، وهي معلنة منذ عهد أوباما، كما أنه يتوافق مع وعود ترامب الانتخابية وحديثه قبل أشهر عن ضرورة الانسحاب. ومما يدعم ذلك قرار ترامب الانسحاب من أفغانستان كذلك، وهو أمر لا علاقة له بتركيا والتوافق معها، كما أن مجيء القرار بعد أسابيع من قرار واشنطن ببناء نقاط عسكرية على الحدود السورية التركية، وهي فكرة رفضتها تركيا واعتبرتها موجهة ضدها، وبعد أيام من تحذيرها أنقرة والمعارضة السورية من عملية مفترضة شرقي الفرات، يحيل إلى ارتجالية ترامب وعدم خروج القرار بالتوافق مع المؤسسة الأمريكية، وهو ما يفسر المواقف الغاضبة والمتحفظة بما فيها الاستقالات والإقالات تجاه القرار. التعقيب التركي على قرار الإدارة الأمريكية تأخر نسبياً، ثم أتى على شكل تأجيل موعد عملية شرق الفرات وفق تصريح أردوغان، ويمكن عزو ذلك لأمرين متكاملين: الأول حالة الغموض وعدم اليقين، فالانسحاب قد لا يتم وقد يتم جزئياً وقد يؤجل ويتأخر كثيراً، فالضغوط على ترامب كبيرة والاعتراضات كثيرة والتطورات المفاجئة محتملة دائماً في المشهد السوري. إذن في المحصلة إن لم تكن هناك صفقة متكاملة بين واشنطن وأنقرة، فكيف يمكن تفسير ما حصل وتغريدات ترامب التي كانت المديحة للرئيس التركي للولايات المتحدة، مهتمة بالتأكيد بما سيحصل بعد انسحاب قواتها، وبالتالي تبحث عن من يحفظ ما يمكن حفظه من مصالحها؟ تركيا هي أقرب اللاعبين المتواجدين على الأراضي السورية مقارنة مع روسيا وإيران باعتبارها عضوا في الناتو وشريكا استراتيجيا له. من المرجح أن تكون المحكمة الدستورية الفلسطينية أنهت العمل الذي أسست من أجله عام 2016، أسست من أجله عام 2016، وعقدت جلساتها التي انتهت بقرارها السياسي للصبغة القانونية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي قررت فيه الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة بحجة تمكين الشعب الفلسطيني من إعادة انتخاب ممثليه، وبأن عدم مزاولة المجلس صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في القانون الأساس يجعل من دوره منتهياً دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى عدم دعوته من الرئيس محمود عباس إلى الانعقاد منذ الانقسام الفلسطيني، وهو حق للرئيس وحده بحسب الكاتب معين الطاهر بصحيفة العربي الجديد. يصعب إجراء انتخابات في الضفة الغربية وحدها لما يحمله ذلك من عقبات ومخاطر تعمق الانقسام وتجعل من المجلس نصف مجلس لجزء من الشعب. فبعد أن استثنى اتفاق أوسلو الشتات الفلسطيني والفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948، تأتي هذه الانتخابات المفترضة لتستثني جزءاً آخر من الشعب الفلسطيني وتحيل الانقسام السياسي الحالي إلى انفصال جغرافي في حال الإصرار على القيام به. ثمة عوار آخر في قرار المحكمة الدستورية، وهو تجاهلها التام استمرار شرعية موقع الرئاسة بالرغم من وضوح النص المتعلق بذلك، وهو يفيد بشغور الموقع في حال الوفاة أو الاستقالة أو مرور 4 أعوام على انتخابه، وهو قد انتخب قبل المجلس التشريعي بعام، وهذا يعني أن استمرار شرعية الرئاسة مقيدة بما سبق، في حين أن شرعية السلطة التشريعية ممتدة إلى حين انعقاد المجلس المنتخب، إلا أن قرارها اقتصر على حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية ولم يتطرق إلى دعوة إلى انتخابات رئاسية مترافقة معها أو تسبقها. يضيف الكاتب أن قرار المحكمة الدستورية سياسي بامتياز لا علاقة للمحاكم به، الجانب القانوني والهش هو المشجب الذي علق عليه، أما الدافع إليه فهو على الأغلب العام ناجم عن الخوف من الإرباك الناجم عن تطبيق المادة 3 عند شغور موقع الرئاسة، أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهمات رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتاً، وتحدد المادة مدة رئاسته بما لا يزيد عن 60 يوماً تجري خلالها الانتخابات، وهو ما تم تطبيقه لدى وفاة ياسر عرفات حين تسلم رئيس المجلس في حينه روحي فتوح رئاسة السلطة فترة مؤقتة. أغلب حكام القبضة الحديدية الواحدة عندما تهب العواصف والانتفاضات والثورات
وتقترب من جدران قصورهم يلجؤون إلى شيئين متلازمين. الأول محاولة تنويم شعوبهم بوعدها بالحياة الكريمة التي انتظرتها لا بالأشهر ولا بالسنين بل بأرباع القرون وأنصافها. الثاني اتهام المهندسين الخونة والعملاء باستغلال الظروف المعيشية الصعبة لإثارة الشغب والفوضى والخراب، حسب مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. نادراً ما خرج حاكم منهم علانية ليعترف أنه وأسرته وبطانته أصل الداء والبلاء، وأن هؤلاء المنتفضين مواطنون لهم حقوق مشروعة عادلة مغتصبة، وقد عيل صبرهم وتقطعت بهم حبال الأمل في فرج قريب. ثم راح يكفر عن ذنبه مشمراً عن ساعديه، بادئاً العمل الصادق المخلص النزيه العاجل من أجل تحقيق تلك المطالب وتعويض أصحابها بالتي هي أحسن، دون وعود ولا اتهامات ولا تهريج. إنهم لا يتوقعون أو لا يصدقون أن لشعوبهم قدرة على احتمال، لكن حبلها قصير، فحين تحين الساعة ستثور براكينها وتدخل قصورهم فتدكها دكة، ثم تجعلها خرائب تنعق فيها الغربان وتسكنها البوم. حين تمتلئ الشوارع والساحات بالآلاف من المواطنين المطالبين بالخبز والعدالة والكرامة، يسارعون إلى إنزال جنودهم ورجال مخابراتهم وميليشياتهم ليواجهوا الجموع المسالمة بقنابل الدخان المسيل للدموع، فإن لم تعقل فبخراطيم المياه الساخنة، فإن لم تتفرق فبالرصاص الحي، ثم بمهرجانات السحق والصعق والحرق والشنق، حتى يتحول الوطن إلى مقبرة. والمشكلة التي كانت بسيطة والتي كان حلها أبسط منها صارت عصية على أي حل، ولم يعد سوى أن يموت الوالي أو يموت جحا أو يموت الحمار. يضيف الكاتب حول التطورات في السودان: ماذا ستكون دولة السودان عن قريب؟ ليبيا أم اليمن أم سوريا؟ وماذا سيكون البشير حافظ وبشار الأسد الحسين مبارك وزين العابدين؟ من يدري؟ ولكن خواتم الأمور لا تأتي إلا من بداياتها. جدل واسع أثير مؤخرا بشأن مدى صحة الاعتقاد السائد أن للشوكولات داكنة فوائد صحية جمة. يميل عدد من المختصين إلى الاعتقاد أن هذه الشوكولات صحية لأنها تحتوي على الكاكاو الذي يحتوي بدوره على فوائد كبيرة، في حين يدافع البعض الآخر عن فكرة أن انتشار هذه المعلومات عن فوائدها يخدم شركات الإنتاج أكثر من صحة الأشخاص. لكن ما هي الحقيقة الكاملة وراء الفوائد الصحية للشوكولات داكنة؟ كلية هارفارد تشان للصحة العامة أفادت أن الشوكولات داكنة تحتوي على نسبة تتراوح بين 50 إلى 90% من الكاكاو الصلب وزبدة الكاكاو والسكر. يرجع السبب في الاعتقاد أن هذه الشوكولات داكنة مفيدة إلى الكاكاو. يحتوي الكاكاو على فلافونات أو فلافونات، وهي مركبات كيميائية موجودة في العديد من الخضر والفاكهة المفيدة للصحة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تكون مفيدة للقلب. فضلاً عن ذلك، أثبتت الأبحاث أن هذه المركبات الكيميائية تعمل على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك داخل بطانة الخلايا الداخلية للأوعية الدموية، ما يساهم بتحسين التدفق وانخفاض ضغط الدم. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.